لا شك عندي أن الشمس هي أبونا، والقمر أمنا، والأحد عشر كوكبا هم نحن. لقد أفرط أبونا في تدليل هذا الولد اليتيم والتافه حتى صار يرى نفسه في الرؤيا إلها، ونحن عبيده الساجدين له. ليس أخوته فحسب، بل يرى أبويه ساجدين بين يديه. اليوم لن يغادر أحد هذا المكان حتى نحسم الأمر فيما يخصنا ويوسف. أنا أحب جميع أولادي بلا استثناء، لكن تعلقي بيوسف منشأه مقامه عند الله تعالى. أتمنى من كل قلبي أن يعي أولادي هذه الحقيقة، وأن لا يعادوا أخاهم أو يكونوا له الضغائن. ولكن هل حقا يعتقد يوسف أنه أفضل وأحسن من أبوينا، وأنه سيكون سيدا علينا؟ لقد أصبح يوسف يتوهم ويمني نفسه بأشياء، وهذا كله بسبب إقبال أبينا عليه وإفراط أمنا في تدليله. أنا لا أعرف حتى الآن لماذا يفضل أبونا يوسف علينا كلنا. هل ترانا لا نملك شيئا يملكه هو؟ نحن نتكفل بجميع أعمال البيت وشؤون العائلة، نزرع ونحصد الزرع ونحمل مسؤولية رعاية قطيع الأغنام والحفاظ عليه من براثن الذئاب. نؤمن الماء والطعام، نحرس الأغنام، ننظف الحظائر ونمسح فضلات الدواب، وهذا كل ما نتلقاه. نتحمل كل هذه الأعباء، وفي المقابل يمنح أبوانا كل حبهما وحنانهما ليوسف. هذا الولد أخذ ينسج في أحلامه ويمني نفسه بالسيادة والرئاسة علينا كلنا. منذ أن فتح يوسف عينيه على هذه الدنيا تمكن من أن يستقطب جميع الأنظار وأن يستحوذ كل الحنان. أرى أن أبانا في ضلال مبين، هو يتحمل وزر كل هذه الأخطاء، لكنني لن أسكت أبدا، ولن أقبل بأن أصير عبدا لابن راحيل. ونحن أيضا لن نرضى، ولكن ما عسانا نفعل؟ لعلكم أجمل من أن تجرؤ على الجهر بها، لكنني أقول إنها يوسف لابد أن يموت. كلماتك بمنتهى الخطورة، فلا تستسهل التلفظ بها. تريد مني أن أصمت؟ اسمعني جيدا، أريد أن أعاقب أبانا يعقوب على تفضيله يوسف، وأريد أن أدفن معه حلمه بالسيادة في باطن الأرض. أنا وإن كنت لأملك جرأة يهوذا لكنه محق. نحن لن نطيق رئاسة يوسف علينا. لقد نفد صبري. إلى متى يتوجب علينا أن نصبر وأن نجامل يوسف أمام أبينا وأمام أمهاتنا أيضا؟ منذ أن أتى يوسف إلى الدنيا وهو يستقطب جميع الأنظار ويستحوذ على العطف والحنان. أحذركم يا إخوتي من أن قتل الأخ وعصيان الأب ذنب عظيم، ويستتبع ولا ريب أن نعذب في نار جهنم. حسبت حساب هذه أيضا، التوبة. سنسأل الله الصفح والمغفرة بعد أن تمضي بضعة أيام على قتل يوسف، والله تعالى غفور رحيم وسيغفر لنا. هذه حال جميع العصاة، نقترف الذنب ونرتكب الخطيئة ثم نتوب لاحقا إلى الله. نحن سوف نتوب وسنعمل على إصلاح أنفسنا بعدما نفرغ من قتل يوسف ونفوز بحب أبينا. صدقني يا لاوي. أجل. وماذا لو سلبنا الله تعالى القدرة على التوبة؟ فإن فرصة التوبة لا تتاح دائما للعاصين، وإذا لم نوفق في التوبة سنصبح ملعونين حتى قيام الساعة، وسيظل هذا العار يطاردنا عبر الأجيال بأن عمدت عصبة من أولاد الأنبياء إلى تلطيخ أيديهم بدم أخيهم. أؤيد كلامه، لكنه لا يحل الأمر إلا إذا اقترح علينا طريقة أفضل من طريقة يهوذا للتعامل مع يوسف. ما أسهل أن تلعب دور المخالف وأن تتقمص رداء المتقين. هيا أعطنا حلا لهذا الموضوع. أولسنا نبغي تنبيه الوالد والفوز بعطفه علينا؟ حسنا، هذا بديهي، فنحن نرمي إلى أن يحبنا أبونا لا غير. إذن يا إخوتي افعلوا شيئا لكي لا تقع عينا أبينا على يوسف، أبعدوه عن أبينا، وبعد فترة من الزمن سينسى أبونا يوسف الصغير ويقبل علينا نحن. هذا أمر غير ممكن، فأبونا لا يبعد يوسف عن نظريه. إذن تعالوا لنفكر في المسألة.
فلنتفق أولا على استبعاد خيار قتل أخينا يوسف، وبعد ذلك نبحث عن الطريقة المثلى لنفرق بين يوسف وأبيه.